سبسكرايب لايك كومنت فيف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو واحد الطويجن زوين بزاف، خضرة معمرة بالكفتة. بغيتو تعمروها بالكفتة ديال اللحم أو الكفتة ديال الحوت، يا سردين يا ميرنا اللي بغيتو. أنا هنا غادي ندير الكفتة ديال السردين. كناخد السردين، عندي هنايا نص كيلو ديال السردين، نقيته مزيان حيت له الشوك السنسول القشرة الجلدة ديالو، وطحنته مع شوية البصلة وشوية القزبر والمعدنوس. وغادي ندير له التوابل دابا اللي غادي نذكر. وغادي نحتاجو في الخضر الفلفلة ألوان الحمراء الصفراء الخضراء، زنجال، خيزو، البطاطا والقرعة الخضراء الكورجير، مطيشة حتى هي كنفتحها، وديك البابة ديالها كنرمي عين الما وكنخلي ديك البابة. غنحتاجو بصلة باش غادي نصبط هاد الخضر، شوية د القزبر والمعدنوس مقطعين، وثلاثة دريسات ديال التومة. في العطرية غادي نحتاجو مليحة بطبيعة الحال، معلقة صغيرة ديال السكينجبير، معلقة صغيرة ديال الفلفلة حمراء التحميرة، نص معلقة صغيرة ديال الكركم العرض الخرقوم، ونورث معلقة ديال البزار، ورث معلقة ديال الكمون. وغادي نحتاجو بطبيعة الحال زيت البلدية والحامض مصير والحامض طري، ما ذكرتهمش ولكن غادي نوجدهم ان شاء الله. دابا غادي ندوزو الطريقة. دابا غادي ندير التوابل لهاد الكفيتة. غادي ندير شوية الملحة قدرتها قبيلة، سكينجبير، كمون، شوية البزار والفلفلة حمراء هما اللي غنديرو في الكفتة، كمون والتحميرة وشوية السكينجبير والملحة. غادي نخلط هادشي مزيان. صافي، ودابا غادي نعمر هاد الخضيرة. ناخد فلفلة وندير هكا، ندير لها الطريبش ديالها كيف كان. نعمر الخضرة هكا كاملة، عيب شوية عليا تنسالي. الا درنا الكفتة ديال اللحم ما نديروش الكمون، درنا الكمون دابا حيت الحوت كيبغي الكمون، كيعشق الكمون، درنا شوية الكمون. اما الا كانت كفتة ديال الغنمي او البقري ما غاديش نديرو الكمون، حتى الدجاج ما نديروش كامون، نديرو غير السكينجبير والفلفله حمراء. وندير تقريبا كاس مع مرش، وغادي ندير شي شويه ديال الماء، نقلي هاد شويه مع نقلي هاد المسائل. منين تغلي غادي نزيد عليها الخضر ونغطي نخليها حتى تطيب.
دابا غادي من غلات الطنجره غادي ندير الخضره. بسم الله ندير خيزو ندير البطاطا. الحاجه اللي كتاخد طياب نطبقها هي الاولى الباذنجان كورجيت هادو الحشوه ديال البطاطا اللي كان طريشات ديال الباذنجان الفلفله مطيشة هاد الحشوة د مطيشة حتى هي وغادي ندير الصغور المحلوق نحط منهم هكا صافي. دابا راه كيبان ليكم تبارك الله الطنجرة بحال شي لوحة فنية خاصها غير طيب وتوجد نبداو عليها ان شاء الله. دابا غادي نغطي عليها ونخليها طيب على خاطرها. هيا دابا الكويميرة ديالنا وجدات الخضيرة دابا صافي غادي هكا تقدموها في الطبق نتمنى تعجبكم وبالصحة والراحة.